ها خد بالك. قال لا ده اهدي ده اهدي. قال النهارده تعال واحد يخلي واحد في جرناه يخطفه ويقول له عن اذنك. طب انت خطفت قلم باركر عن اذنك ها؟ ده مش رأي يا خبر. ايه ده ايه ده؟ احنا فين؟ احنا فين يا رجال؟ الامام الشافعي مش عايز يمد ايده عشان ينقل المصحف من مكانه. ينقل المصحف من مكانه. مش النهارده صاحب البيت يبقى مآمن على الضيف وبعدين يسيب الدولاب المفتاح في الدولاب لانه مآمن. يوم الضيف يعمل ان هو بيشوف حبيتين السجاير اللي عنده الصباح يفتح الدولاب لقى فيها 50 جنيه 100 جنيه الطش ما ياتي واللي دي مش عايزه فايده. والله ايه رايك؟ ما توحد الله ولا اله الا الله. لا اله الا الله. ما هو بيقول لي يا ابني هي البلد اللي بتقول على الجيم دين فين؟ قال له اللي جنبينا. قال له ده بيقولوا بلدكم. قال ما هو ده اللي مدللني. لا اله الا الله. احنا كلنا صعيبه يعني بس ايه؟ صعيبا طيبا لا زلقا ولا جرزا. اللي يحب النبي يسمع له الصلاه عليه يقول اللهم صل عليه ويوحد الله. عامل كريم دواء اللي صحته زي الحديد وعايز يعيه يروح لواحد بخيل يقول له عايز اتغدى معاه. والعياذ بالله. تعرف الفقير البخيل اللي معلق خرطه الجبنه في السقف كده بدل كوبايه النور وقال لاولاده لما تحبوا تاكلوا تبصوا للجبنه كده وتغمس اللقم. تبص وتلوي اللقم. وبعدين غلط وقفل الاوضه ومشي وساب العيال بره. جيت اخر النهار اترديت يا اولاد. اتردينا يا رب. قال يا اولاد ما غمستوا بايه؟ ده انا قافل على الجبنه. قالوا له يلا بقينا نبص من خرم المفتاح وناكل. قال لا يخرب بيتكم انتوا ما تاكلوش مره حتى ابدا. حتى لما قفلت على الله. لا اله الا الله. البخل داء ما له دواء. الشيطان ذكي جدا مش ياخد الواحد يرميه زي راس الحلال. لا يمشيه خطوه خطوه. والعياذ بالله. يعني عمر الشيطان ما يقول لك اذني. لا يقول لك يا اخي روح زور صاحبك وهو عارف ان صاحبك مش في البيت. فتخبى. المدام تقول مين؟ ده انا فلان هنا. تقول لك طب اتفضل. ما تقولي هنا ولا مش هنا الاول. لا اتفضل افتح من سيدي. ده انت مسكين عندك الصدر بتنهج. ادخل يا فاضل. ممكن انت ممكن ساكن في البدروم مش فوق لا تحت. يعني انت نازل مش طالع. ايه افتح من السلم. الشيطان يقول لك ايه؟ ما تدخل يا اخي الدنيا بخير. انت حتى لك عن ساحه حنبلي. ادخل افتح ادخل لك الله يهديك ادخل. النفس اللوامه تقول لك عيب ده صاحبك مش هنا. لا لا ما يصحش. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة. قال ولو كانت مريم ابنة عمران. اوعى تخلو بيها. ستر انا الله العظيم. انا منتجب حتى اللي كان مسرنا ذاك النهار بيقول لك واحد قال لي مراته انا مسافر وبعدين ما سافرت رجع بعد 3 ساعات بالليل. اول ما دخلوا فتحت له الباب لقاها مضطربه ومرتبكه وبتجر من ايده بتدخله اوضه الصالون. قال لها هو انا ضفت يا ستي بتدخلني اوضه الصالون؟ انا عايز ادخل اوضه النوم ارتاح. قال لكم الساعات انا هنفض اوضه النوم لسه. قال لها لا والله لابد ادخل اوضه النوم. دخل اوضه النوم لقى واحد قال عملت زي ام مولدته واحد يصلي. لما الجرس رن بتاع الباب عرف اللي جسم. قال لك اعمل ايه في الصلاه عشان ما يفتح. لا تحوم حواليها شوفها بس ده من شروط الصلاه المغفل ده فاطرحوا. يا بني ادم خذوا زينتكم ايه عند كل بس. ما فيش حاجه بتدار ابدا. اذا رام كيدا بالصلاه مقيمها فتاركها عمدا الى الله اقرب. عزيزة التشهد هو عريا حرم يا سيدي. لا حول الله. انت لسه مولود ولا ايه يا اسلام؟ فين انت يا منشير؟
حاجة غريبة الحقيقة، حاجة غريبة. هو أسفا للخل يهتك حرمتي، ووا عجبا للكلب كيف يصون. فالغلاء فاحش، والنفوس متناثرة، والمجاري طافحة، والإسكان مأزوم، والزواج واقف، والفتيات عوانس، والشباب معربد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلم لا يدوم، وإذا دام دمر. وإن رأى خيرا أنكره، وإن رأى سوءا أزاحه. وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. الرابعة مهمة رجال. ايه. واحد واعظ بيقول للمصلين اللي مراته تعبه يقوم يقف، فجمع كل واقف الا واحد. قال له ما انت يعني يا براوش ملاحك قوي. قال له مراحنا يا تسير بضربان مكسره رجليه مش قادر اقوم. وانا قادر اقوم. لمحت حتاني. واحد لا اله الا الله. لا ما انت يعني اطمئن، يعني احنا عندنا تكنولوجيا في الغش يعني، وتكنولوجيا في النصب، وتكنولوجيا مش تكنولوجيا صناعية، لا تكنولوجيا. ايه اقول لك مصر دولة نامية. نامية ولا بامية؟ عادي اي كلام. امي فيه ده انت اجارك الله في معاملة الناس. والله اجارك الله لو عملت واحد او اديت امانة لواحد. شيء غريب يعني تبقى مديله الامانة امبارح يقول لك ما حصلش، مالكش عندي حاجة. افتكر يقول لك يا اخي انا مش فاكر انك يا عم انا مديها امبارح في البيت بعد صلاة الجمعة. يقول لك جل من لا يسفر. الله يا رجالة كده انا عايزك توحد الله. وحاكم النصاب لما تكلمه تبص تلاقي له اسلوب غريب، يكلمك وكأن الدموع هتنزل من عينيه، تلاقي الكلام صنع بينا كده. يا خالي يا خالي عايزين ارض منا يا ابني. الله يرحمها ويحسن اليه ويجعل متوها الجنة يا ابني. الله يرحمك يا بفيدة يا اختي. الله يا خالي انت لا التمثيل في تمثيل. معرفش التلفزيون علم الناس التمثيل ازاي يعني. كل يوم فيلم ومسرحيه، لغايه المعامله ما بقت كلها تمثيل. يا خالي بعت لك انت ما شفناش امر انها باعت. قول لي يا ابني ما هو ما رضتش تديكوا خبر عشان خاطر هي عارفه ان انا برضه لكم اولا واخيرا، واللي في البيت تطلعوا المغرب والخفيفه عليكم والتقيله علي، وبابي مفتوح لكم يا ابني. طب ادينا يا خالي 10 جنيه سلف. قول له 10 جنيه ليه يا ابني؟ هتعمل بهم ايه؟ هتعلم يعني. هو المرحوم كان متعلم؟ ده ابوك ما كانش بيفك خط جرينتش يا ابني. ابوك ما كانش بيعرف في خط الاستواء حاجه. ده ابوك كان بيحل الخط بكام ماشي يا ابني. اتعلم ازاي؟ طب شوف لك ورشه يا ولد. وبعدين بقى اللهجه الحنينه تتقلب بقى لسخط ونار. واحد من الناس اللي هم اصحاب العمائم الكبيره جدا وكان وزير اوقاف ايام جمال عبد الناصر، وقال لي جمال عبد الناصر يا مجري النعم ويا مبيد النقم. الله يا حاجه يبقى فاضل ربنا ايه؟ الله يخرب بيتك في الشيخ. حاجه غريبه يعني، حاجه غريبه قوي. تعرف يعمل ايه؟ يروح يحضر محاضره في كنيسه في شهر اغسطس اللي فات. يوم يعمل ايه؟ يجي خالع العمه البيضه بتاعته ملبسها للاسيس صموئيل، اسيس الخدمات، انبى الخدمات، وقالع العمه السودة بتاعت صموئيل ويلبسها هو. وبعدين يقول ايه؟ الشيخ والقسيس قسيساني وان تشا فقلهما شيخاني. يا حبيبي يا حبيبي على الشعر اللي عمال يتنطور من بوقك زي بلاوس المش. يا حبيبي يا خبر السوق كده اهو. الشيخ والقسيس والقسيساني يعرف ما تحته خط يا اخويا. اعرف كده اهو على حساب العقيده، على حساب ربنا. الشيخ يبقى قسيس والقسيس يبقى شيخ، دي حاجه مش تلخبط. لا والله يا عمر الشيخ ما يبقى قسيس، وعمر القسيس ما يبقى شيخ، لان ربنا قال لحبيبه ومصطفى قل يا ايها الكافرون دينكم وليزيد
ده كان مرة حضر مع جمال في الحفلات اللي كانوا بيعملوها في 23 يقول لي اليوم المشؤوم على البلد ده اهو. وبعدين المغرب اتدنت وجمال لما كان يخطب اجارك الله ياخدها دايركت من مصر الباب الحديد لاسكندريه يخطب 3 ساعات. فالمغرب راح من الشيخ والشيخ قاعد لان جمال خطب من الساعة 6 قبل المغرب لغاية بعد العشاء الساعة 8 راح المغرب. فبيقول له يا الشيخ انت ما قمت صليت لي مش المغرب جوهرة فالتقطوها؟ اما لهم يجوز جمع التأخير في مثل هذه الحالة. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. المهم ان اضله الله على علم هو عالم هو عالم يكتب غير ما انزل الله. راح سافر مع جمال الى اندونيسيا في مؤتمر بندونج وفالناس بتسميه مؤتمر بندوينج او اي كلام. وبعدين كانوا في رمضان فجمال صام والشيخ فطر فعشان ينافق الزعيم الاوحد يوم يكتب في مجلة المصور ايه افطرت وصام الرئيس. الله يخيبك تبو دي يعني دي انفعك عند الله من تشبه بقوم حشر معه ده ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انا عايزك توحد الله انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. مرة قال الجامعة بيقول لي انا عايز حاجة تمنع الحسد لاني لما باجي اذاكر بزهق الكتاب قدامي زي الثعالب والحقارب. قلت له يا ابني ما انت عندك المعوذتين. والله العظيم هو كان طالب في الجامعة فليه المعوذتين يعني هم فيه دول يا خبر انت ابني ما قريتش قرآن خالص بقى يا ابني تقرا لماركس وتقرا لنين وتقرا لسارتر ما بيسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين اللي هم كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس. شوف الدنيا بقى شكلها دلوقتي الله يعني شوف حتى اللي هم على وشك التخرج ما يسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين. امال تسمع عن ايه يا ابني؟ اسمع عن العيال كبرت ومدرسة المشاغبين وشلة المراهقين والسلم الخلفي وامرأة سيئة السمعة واين عقلي؟ البيسأل بيقول اين عقلي؟ المجنون ابن المجنون بيقول اين عقلي؟ شوفوا في العباسية في العنبر رقم 4 حول مستعصيه حياة غريبة الحقيقة. شوف سنة النبي لما تشوف نعمة على المسلم ما شاء الله لا قوة الا بالله. فهلاس بقى بالسوء الهبل على الشيطان اول ما يدخل لا يقول مسلم جاي بقوله في صالون بعد ما كان كلب بلدي جاب وصوفي يوم يضرب بيده كده على ورطه انه خرب بيتك انت جيت تسميه وليه بس يا ابني تخرب بيته ليه؟ هو ده برضو ادب الاسلام؟ شوف من انسانية سيدنا النبي كان انسان في كل شيء يدخل الهي واحد عنده نعمة ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا يزيدك تبعيله. يدخل على واحد مريض يحط ايده على موضع المرض لا بأس طهور ان شاء الله. شوف الحديث بيقول زي الضيف اللي قال نوير صاحب البيت الدايق قال نوير تصلي الف ركعة لله عشان البيت ياخد بعضه ومشي بقى لانه صاحب البيت هيصلي الف ركعة تعرف الضيف عليه نوير تصلي البيت يوم الايام خريف بيتا يعني جاي خلاص خلينا قاعدين خلينا قاعدين شيء غريب يعني شوف ادب النبي تخفف الزيارة وما تقولش عند المريض من ادب الاسلام من ادب الاسلام ومن ادب الاسلام انك لا تذكر الموتى اذا عدت المرضى. شفاءه المنت قاعد الله يرحمه عم فلان يا راجل ده راجل قدامك يعني يمكن تعبان خالص اهو امال انت عندك ايه؟ والله كرشة نفس يا خبر اسود ده عمتي هانم ماتت بيه وعمتي ام السعد جت عياله بيه وست الست الله يرحمها برضه كان نفس الحاله دي مش يحط تشحن بكرشة نفس هي هي هي
شيء غريب، شيء غريب. ولذا بيبقى المريض حالته تعبانه لما بيسمع كلمه زي دي، لان انا جربتها، كانت عيني ملتهبه ودي واحد يزورني وانا تعبان عيان، انا منتظر بقى انه يقول لي يا عم انت ادك حاجه بسيطه اتوكل. وبعدين بصيت لقيته بيقول لي والله يا شيخ احنا كان عندنا برضه الشيخ محمد ابو عيسى كان حصل له كده، وراح للدكتور قال له لابد استأصلها لك لان ده سرطان. الراجل يقول له طب، قال له لو رحت حتى انجلترا برضه هيستأصلوها لك. ايه انا عايز ارفصه برجلي اقول له قوم بقى روح، ما هو بيديني ده بيديني ايه بس 606 ها؟ يا رب تقوم بقى وتخلصنا يا ابني، ايه ده مصيبتي، مين اللي قال لك تعذرني يا اخي؟ قام هو وجيه واحد من الليل متمسكين قوي، اول ما دخل وانا نايم يا الشيخ قلت له، قال لي انت مش نايم تبع السنه ليه؟ قلت له خير يا ابني، قال لي السرير مش ناحيه القبله، قال هو انا مت يا ابني ولا ايه؟ هو ده ايه يا ابني؟ ده شيء غريب. قال السرير مش ناحيه القبله ليه؟ قلت له طب اسمع بقى، اذا كنت راجل حوله ناحيه القبله، اذا وديته ناحيه القبله يا اما هتسد الباب بتاع الاوضه وتسد البلكونه، ونبقى ننط من البلكونه ما يطلع بقى. قلت له يا ريت كنت انا يا ابني اللي هندست البيت، كنت خططت وخليته كله ناحيه الايه؟ انما يا ابني اما باليد ده ايه؟ ده اللي بيتقبل يا ابني، ده اللي بيكون في حاله احتضار. فاصبر عليها شويه يا ابني، اصبر عليها شويه، انت مستعجل عليها ليه؟ بتلاقي ناس تدي دفش كده مدفعيه ثقيله، ها؟ بس مدفعيه مدمره، ها؟ زي واحد يوم الجمعه اللي فاتت بعد ما صلينا قام روح، انا عايزك في سؤال مهم. قلت له خير؟ قال انا رايك خير. قلت له خير يا ابني؟ قال انا شفت ان انت موت. قلت له ارتاح من وشك. هو كل موت موت يعني، ده حاجه غريبه يعني، حاجه غريبه ها؟ والله عامل زي واحد راح الامام ابن سيرين بعد ما توحد الله وسمعني الصلاه عليه تقول لي اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال له بيقول لي ابن سيرين يا ابن سيرين انا رايت خير. قال له قول خير. قال له رايت ان انا باكل بياض البيض وسايب صفاره، اكل البياض وسايب الصفار. ده الرؤيه دي طبعا مضى عليها 1300 سنه، كانت البيضه لسه ببلاش، انما مين اللي يشوف النهارده اللي بياكل بيض قول له انت راجل المخرف، ده البيضه ما عشان ابيض ها، قول له انت راجل رايق ها ممثل، ده الطعميه بلونزينها دلوقتي والفول بلونزينه والكشري هنوديه معهد التكنولوجيا عشان نحلله نشوف فيه كم درهم تقليلي وانت مش تقليلي ها. وحد يا حبيبي لا اله الا الله. الرؤية دي لو عرضت على اي واحد مننا كان يقول له يا سلام، بتاكل البياض وتسيب الصفار، ده انت عشتك بيضة وهتعيش عيشة حلوة خالص. انما ابن سيرين قال له عيد الرؤية تاني عكس، قال له باكل البياض واسيب الصفار، قال له طب انتظر شوية اما اجيب لك بقى الشرطة تقبض عليك. ليه؟ قال له انت تسرق اكفال الموتى. الدنيا تتنور والارض تتكلم عربي. واحد برضه جاي للعلامة ابن سيرين بيقول له ايه؟ رأيت المرأة التي اريد زواجها في المنام قصيرة سوداء. نفسه يتجوز واحدة وخطفها وبعدين عمل استخارة، شافها في المنام سودا وقصيرة. اي واحد تعرض عليها الرؤية دي تقول له لو انت ما عندكش فهم عايز تتجوزها برضه ده عيشتها هتبقى سودا. انما الناس اللي بتفهم في الحلم قال له تزوجها، دي سودا. قال له سوادها كثرة مالها، السواد في المنام فلوس كتيرة وخيرة. قال له عمرها صير وحتموت في حياتك وانت حتلها في قرشين. روح اتجوز روح، حد طايف في الايام دي بيطلع له ورثيه روح الحق الحق قبل ما حد غيرك يتجوز. فتفسير الرؤى حلم من العلوم المعترف بيه. الصلاه لها سلطان اسمه خلزب، انت عارف المستر خلزب ده بيخليك في الصلاه ايه؟ يشككك في كل حاجه. ولذلك انا اعرف واحد كان في بلدنا احنا الزوارين لما كان يجي يصلي كان يمنزل الجمع كله، نويت اصلي الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الامام، شاهد له واديله على كتفه ربنا له في يوم السبت الموافق 25 فبراير سنة
1981 25 ذي الحجة 1900 الله لسه مش طالعه الله لا برضه الله اكبر اعوذ بالله اعوذ بالله ودي صلاه يا ابني ادي صلاه يا ابني ادي صلاه خلاص مين اللي هيعرفينه بقى جنب الشيخ اللي بينوي ده ولذلك هو عشان ينوي الامام مره قال له يا ابني عشان تصلي معانا العشاء ابقى انوي من امبارح عشان تحصل حاجه غريبه ليه كده ليه كده والتاني يجي اخر يجري من اخر الجامع انه رفع الصوت ليه لا الامام راكع عايز يقول له اشاره المرور معقول استنى من وانا راكع اوعى تقوم راكع ابدا النبي قال لي ائتوا الصلاه مطمئنين فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا انا ما تجيش الدنيا وتيجي من اخر الجامع باحلى صوتك ان الله مع الصابرين اوعى ترفع من الركوع الا مهمله قال ليه يا ابني هو حصل ايه قال لما تنوي معانا الركوع وتصلي لك ركعه اذا ادركتنا بعد سمع الله لمن حمده ابقى اترك حصل ايه بس ايه اللي فاتك انما لا تشوش على المصلي وبعدين النية بقى الطويله العريضه بتاع مقتديا واداء كل البرنامج ده لم يقله رسول الله ليه النبي لم يتلفظ بالنية طول حياته في السعودية الامام يقول استووا استووا يوم المصريين وكلهم يقول له والله استوينا يا شيخ من الغالية انما احنا بنقول استقيموا المهم ان التلفزيون يعرض يوميا فيلمين ومسرحية وثلاثة ما يفوتش واحدة منهم ومع ذلك لا صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء والفجر ده السلام عليكم ده ما حدش يسمع عنه خالص الراجل بيقول ايه بيقول الصلاه خير من النوم يقول له جربنا لقينا النوم خير من الصلاه وفر على نفسك مش مصليه شوف ولذلك بيسال واحد موظف بيقول الشهر حاله ايه معاك عامل ايه الشهر عامل ايه معاك قال لهم الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين دول واحد احنا هنا نقول يلا نخطف المغرب نخطف يلا نخطف العصر بقى هو كل عشتنا خطف حتى في الركعتين اللي هنصليهم ربنا كفايه خطف بقى كفايه خطف شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه كان يقول ارحنا بها يا بلال ارحنا بها يعني افتح الصيدليه عايزين ناخد حبايتين عايزين ناخد شويه دواء شرب كده نهدي اعصابنا ايه الحبايتين ركعتين لله يدخل في الصلاه ولذلك النبي علمنا كده النبي علمنا كده بعد ما توحد تقول لا اله الا الله لا اله الا الله النبي علمنا قال اذا غضب احدكم فليتوضا فان الوضوء بالماء وان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء داخل من بيتي تعبان طول النهار المواصلات مبهدلاني وبعدين دخلت البيت اول المدام فتحت الباب قالت الحق الجيران ابن الجيران موت الواد ابنه ضربوا ضرب لما عدم طب استنى لما الراجل بس ياخد راحته وياخد نفس الراجل جاي مفرهد من بره استني دقيقتين لله الله يبارك فيك ويهدينا واياك يا متعبه هامه استنى انما كله على الاعلى وابنه كده بس بيه ده كان المواصلات ده انا عندي المواصلات لو لو حتى راح الشغل ونام هناك على المكتب بياخد مرتب على المواصلات ده اخذ ثقه مؤبده اهو السبيل بيدوله 7 ساعات في اليوم خلاص يعني السبيل لما يرتاح لما يقول يا رب يا هادي لما حتى يتوضا لله لا ان كنتش تنزل دلوقتي تجر الولد وتضربه لما تهزمه زي ما هدم حوده ما انت ما تحدث طيب يا حوده مدد يا سيدي حوده ها احنا بقى عايزين نثبت امام المدام ان عنتر ابن الشتات بقى ولقد ذكرتك والرياح والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي خلاص بقى البطولة كلها فين الولد ابن كذا وابن كذا لو كان ابوه راجل يصلح لك ابوه راجل لابد يثبت انه راجل امال السند ده ايه ابوه لابد يثبت انه راجل
ما يدخل الثاني المطبخ يلطش سكينة البصل وتنطال. يلاحظ ام غزال والثاني سكينة البصل. مدفعية مين بيت يعني مضبل البصل. ومدفعية خاف غير يعني قرن غزال. او احنا حسي كده. والله انا حسي كده. ابي السم. يا ريتنا استعمل نار الغزال مع الجماعة اليهود. ابدا. مع بعض. ليه بعض كويس قوي. ومبادل بعض كويس. ما فيش ابدا قول العقل وامر بالعرض. ما فيش يدفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كان له ولي حميد. ما فيش الكاظمين الغيظ العقيل. لا 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 عقيل على الناس ايه. ده كان زمان. انما احنا صرفنا محمود المنيجي وصريف ثوري. اشتغل يا ابو الدبل. هذه المسألة. افلام. بتطبيق الافلام يا سيدي واخدين كورس افلام. بنتغذى بالافلام. بنتغذى افلام ونتحدث افلام. وهكذا. وبعدين مسكوا ببعض. واحد راح الجمردات والتاني راح بجلة طرة. وحودة لعب مع سمعة الملك ولا كتاب. وانتهت الان خلاص. مش اللي بيحصل كده. ولذلك شوف النبي بقى بيقول ايه. شوف بقى النبي بيقول ايه. بعد ما تصلح للصلاة عليك اللهم صل عليه. انما اللي ياكل الساعة 2 بالليل وينام. ما هو لابد يحلم بكوابيس كبسة على نفسه. ويقول لك ده انا طول الليل في كابوس كان حيموتني. قال لي طب ما انت اكلت ونمت. وبعدين لقمة الليل دي لقمة تكون خفيفة. يعني لقمة العشاء تكون خفيفة عشان انت هتمتثل للنوم بعد كده. الجهاز الهضمي يشتغل صلاصيه. ما تكربجوش ما تخلوش يمشي بسرعة 100 كيلو في الساعة. لخليه يمشي على مهنة. انما ما الواحد ما يكونش بقى حلة محشي البنجان ويقول لك انا كنت مكبوس. ده انت مش مكبوس وبس. ده انت عايز دبابة. لابد تنكبس. ولذلك اهل زمان قالوا من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء. يعني قبل ما تنام تروح دورة المية. شوف الكلام الحلو. عشان تنظف الجهاز البولي وتنم ارتاح. وتنم ارتاح. من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء. وبعدين الناس اللي كانوا بيعملوا بهدي النبي ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه لم يشعروا بمرض. الواحد كان يبقى عنده 120 سنة وما راحش الطبيب اسنان عشان يخلع ده. سنانه تبقى زي الظلف. يمدها كاملة. وهو عنده 120 سنة. وكان يوم يصلي الفجر حاضر ضروري. ضروري. عنده 120 سنة. ساعة ما يسمع الصلاة خير من النوم. يكون في الجامعة. النهاردة الشاب يبقى عنده 20 سنة ما يقومش الا الساعة 8 او 9 صباحا. وايه? ويقوموه بالونش. قوم. الساعة كم دلوقتي? قوم. الساعة كم? هي ما هو انت طول الليل سهران مع عبد المنعم مدبولي. ما انت طول الليل سهران مع راجل ما فيش منه. وستفتح رغم انفه. ويا عالم نفسك سجن. والله يا عبد انت لو دخلت السجن يومين ما لا تطلع تقول تبت الى الله. انما مش انت السجن يا امين يا حميدي ابدا. مش انت ده احنا اللي ننسجن. انت بتقولي عشان تنسجن عليه ده انت بتفرفش الجمهور. وبتحيي الجمهور ده انت تاخد دكتوراه. انما احنا اللي ننسجن. ما تقولش يا عالم مش هتسجن. لو دخلت السجن الحرب يومين هنطلع مكسر. فاول ما قامت الثورة امشكوكوا حب يتدلع شويه على المسرح. كان في اغنية اسمها ما خلاص اتعدلت والحالة اتبدلت ولا اتعدلت ولا حاجة. فطرح شكوك وقال ما خلاص اتنيلت والحالة اتبدلت.